السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع مميز لربح عمله لايتكوين اسمه لايت بيك. هذا الموقع بيدفع على اي محفظه لايتكوين بحد ادنى للسحب 500 الف ساتوشي فقط من عمله لايتكوين، يعني فينا نقول حوالي 40 سنت من الدولار. طبعا الموقع بيدفع على اي محفظه، بيدفع على الباير، بيدفع على منصات تداول، بيدفع على باينانس، بيدفع كمان على الفوشيت باي. بالنسبه للفوشيت باي بتجي بالديبوزايت. تمام اخي الكريم، اذا رحنا على ديبوزايت، اذا نزلت لتحت بالفوشيت باي بتلاقيهم. تمام اصدقائي، بتلاقيهم هون بهي الخانات، بس يكتمل الترانزاكشن بينضافوا برصيدك داخل الموقع بشكل فوري. اذا رحنا على اليوزر داشبورد لحتى يكون وين، بيجوا هون باللايتكوين دغري، بيجوا هون بالرصيد العام، ما بينحسبوا بالرصيد اليومي، وهذا شيء طبيعي. طبعا مع التحويلات الخارجيه من الفوشيت باي، طبعا هن بيكونوا داخل حسابك، انت فيك ترسلهم لاي محفظه، ما في اي مشكله، بينضافوا معك بالرصيد العام. كمان فيك تستخدم الباير، اي منصه تداول فيك تستخدم تراست وولت مع هذا الموقع. طبعا انا سحبت منه فتره زمنيه طويله، هذا اثبات السحب شوي قديم لكن يعني موجود. كمان في اثباتات سحب داخل الموقع كل يوم بيدفع على الموقع، هذا من احسن المواقع وافضلها، وهو موقع مجاني 100%. في شيء كويس رح نشرحه خلال هذا الفيديو، وفي شيء سيء ما رح نقرب اليه. تمام، اذا رحنا على البي اوت، تمام اصدقائي، كل يوم في، شايفين اصدقائي هون الساعه 1:30 الظهر، 1:30 هون 12، هون مثلا 11، هون 11، هون 10. دائما في نقليات مكتملة كومبليتد من هذا الموقع. إذا فتحنا مثلا هاي النقلية، طبعا مثل ما كنتم ملاحظين أصدقائي، بس منتظر تحميل البلوك شير. تمام أصدقائي، هذا العنوان دافع له الموقع، دافع له هاي الكميات. شايف أصدقائي ريسيفت 1,000,000، وفينا نقول 200,000 ساتوشي كونفيرت، تم التأكيد. طبعا هذا استخدمه أحد الأشخاص للإرسال والاستقبال. إذا رجعنا الصفحة الأساسية، متأكد شايفين أصدقائي 1,2,2 هاي القيمة اللي دافع على الموقع. بعد ما شفنا إثبات سحب، طبعا سحبي أنا قديم، هذه السحوبات جديدة، رح ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. طيب بسم الله نبدأ. أول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل اللي عليك إنك تضغط على لينك تسجيل، رح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هيك مباشرة ما بستخدم أي رابط مختصر، هذا اللينك بياخذك على المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في لينك مباشرة، يعني ضغطتين أخي الكريم بتفتح معك هاي الصفحة، بتحط هون الإيميل الخاص فيك، بتروح بعدها على كلمة ساين أب. طبعا بتفتح معك هاي الصفحة أخي الكريم، بتحط هون اسم مستخدم باللغة الإنجليزية، حاول يكون في شوية أرقام مشان يكون مميز، بتحط هون إيميل يكون صحيح، باسورد أرقام رموز حروف باللغة الإنجليزية، مثل الباسورد بنحل الكباتشة بي كي إن 7. تمام، إذا كان مطلوب حرف صغير حط حرف صغير، مطلوب حرف كبير حط حرف كبير، مطلوب أرقام حط أرقام. ساين أب بيكون صار عندك حساب. طبعا الموقع راح يبعث لك رسالة تأكيد على البريد اللي سجلت فيه. طبعا ممكن تجي رسالة التأكيد من هذا الموقع بالبريد الوارد، أو حتى بالرسائل غير مرغوب فيها، أو حتى بالرسائل الاجتماعية أو الترويجية، لكن بشكل عام تجي بالبريد الوارد أو الرسائل غير مرغوب فيها. فيها لينك تضغط عليه بتفعل حسابك وبصير جاهز للربح. هذا الموقع إذا سجلت عن طريقه راح يعطيك الموقع 10 بونوس كليم، تمام، يعني 10 محاولات مجانيات ممكن تستفاد منهم أخي الكريم. وراح نسجل دخول ل حسابنا داخل الموقع. طبعا اصدقائي هاي واجهة الموقع من الداخل، نحن بنجمع عملة لايتكوين مثل ما قلنا ونسحبها وين ما بدنا. انا كيف بدي بلش اشتغل؟ من كلمة فوسيت بضغط عليها، عندي صنبور ساعي، نزلت لتحت، تمام، عندي صنبور، شايفين اصدقائي هذا الصنبور كل 60 دقيقة او صنبور ساعي اذا طلعت لفوق بالهاورلي فوسيت. تمام، اذا سجلت عن طريقه رح يعطيك هون 10 محاولات بونص، بس لازم تأكد ايميلك، تضغط على اللينك الموجود اللي راح يبعث لك اياه على بريدك الالكتروني. تمام اخي الكريم، طبعا انا مستفاد من كل البونوز اللي كان عندي سابقا، لانه انا بشتغل على الموقع من فتره زمنيه طويله. بروح على كلمه هاورلي فوسيت، تمام، بنزل لتحت، بنحل هاي الكباتشا، وبعدها على كلمه كليم ممكن يعطيني لغايه 1,000,000 ساتوشي لايتكوين، واقل شيء 250 ساتوشي كليم. تمام اصدقائي، اخذنا 250 ساتوشي، بيكونوا انضافوا هون برصيدي داخل الموقع. بعد ساعة فيني ارجع طالب من هذا الصنبور. تمام اصدقائي، بعد ساعة فيني ارجع طالب من الصنبور. في عنا طريقة مجانية تانية لنكسب داخل هذا الموقع، هي كل هالعروض، شايفين اصدقائي، مونوليكس، اوفر تورو، بيتس لاب، تايم وول، ميديوم باث، عندك كمان بول فيش، واستطلاعات الرأي، سي بي اكس ريسيرش، الأهم على كوكب الأرض لكن ببلدي، شايفين سي بي اكس ريسيرش، unfortunately we could not find a server your profile، هي غير متاحة في سوريا، لكن ممكن يكون عندك متاحة أخي الكريم. فمثلا أنا عندي متاح المونوليكس، تمام، روح على تيك سيرفي، بنزل لتحت، شايفين أصدقائي فتح لي إعلانات، فتح لي هون سيرفيز ممكن يكونوا شغالين كمان. تمام، في عندنا كمان هون أوفر أو عروض. تمام أصدقائي،
اذا قمت بهاي العروض رح اكسب شيء جدا منيح. هذا العرض ب 135 دولار لكن بحاجه لشغل، لازم توصل ل 750 كي باور بهي اللعبه اللي طالبها الموقع، في لك مده محدده، اذا وصلت اقل من هيك بصير مثلا نص طن ربع طن ثلث طن، بتاخذ قيم معينه بالنهايه انت رح تكسب. طبعا بيتطلب هون اندرويد، هون بيتطلب ايفون، هون اندرويد. هذا العرض بيطلب منك ايفون ب 12 دولار، هذا العرض بيطلب منك اندرويد ب 6 دولار. شغلات جدا بسيطه وسهله، هاي اللعبه كمان ممكن تحملها، بيقول لك داونلود ذا اب كولكت مثلا 20000 بوينت اند مور، يعني حمل التطبيق ووصل ل 20000 نقطه داخل هذا التطبيق بتكسب. كمان عندك هاي لعبه الماي جيم، لعبه معروفه كمان، في كمان هون شغلات هدول ممكن نكسب منهم شيء جدا منيح. واسرع شيء لتكسب منه هو الادز، شغلات بسيطه لكن هو شيء سريع تمام، بيعطيني كميه بسيطه شايفين اصدقائي، لانه اعلان بالنهايه. بروح على واتش اد، لكن هذا الموقع من المواقع اللي بتدفع المواقع الموثوقه، فانا بفضل اشتغل مثلا عروضي على المواقع اللي انا بعرف انها بتدفع، متاكد انها بتدفع تمام، بشتغل عليها فترات زمنيه طويله مجربها مرات ومرات، وانا دائما بختار لكم افضل، ما بختار شيء عشوائي لحتى احطه على القناه. بنتظر هذا الاعلان حتى يكتمل، طبعا هيك اكتمل تمام اصدقائي. بسكر الاعلان بس لحتى اتاكد من قلبت صفحه تمام، بسكر الاعلان هيك تمام اصدقائي. بتابع شايفين هون صار بالباحث، بتابع بقيه الاعلانات بكسب منها، رحت اعلان ثاني بنتظر الخط يكتمل. طبعا كمان هيك كسبنا قيمة هذا الاعلان، بسكر هيك تمام اصدقائي. مثل ما قلنا بنتابع بقية الاعلانات، عندي رصيد هون 46915، رح حدث الصفحة شايفين اصدقائي صاروا 50000، اخذت 4000 ساتوشي لايت كوين على هدول الاعلانين، وهذا شيء كثير كويس. طبعا كمان في مسابقات، في العاب، في عندنا كمان رابط لحالي من كلمة افليت، بضغط عليه بيظهر لي رابط لحالي الخاص فيه، بوزعه للاصدقاء لاستفاد من الموقع بشكل افضل. وانت اخي كريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعية من المواقع. طيب هلا كيف نسحب من الموقع؟ نحكي الطريقة مثل ما قلنا لاثبات السحب اللي عندي قديم، بنروح على كلمة ويزدرو، بين الموقع حط عنوان محفظتك اللايت كوين، سواء من الفوشيت باي، سواء كانت من الفاير، سواء كان من تراست وولت، من منصة باينانس، وما بدك، وتحط عنوان محفظتك اللايت كوين هون، وتحط الكمية أقل شيء 500000 ساتوشي، إضافة ل 10000 ساتوشي رح تكون ضريبة نقل، يعني شيء بسيط. إذا حطينا مثلا 600000 ساتوشي تمام أصدقائي، مثلا بحط عنوان محفظتي اللايت كوين لازم يكون معي 610000 مثلا تمام، بطلب السحب. السحب بيتم بشكل اعتيادي كل 24 ساعة على هذا الموقع، يعني خلال 24 ساعة من طلبك السحب بيتم الدفع على محفظتك. طبعا اصدقائي اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه بشكل خاص، الباير، الفوشيت باي، باينانس، كيو كوين وغيرها، اكتبوا لنا اياها بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.